مساء الخيرات، ما نشتها دخل. اليوم إن شاء الله راح نسوي سليق طائفي أو سليق حجازي. عندنا موية باردة، وهذا دجاج نقعته بموية وخل وملح، وبنزل في الموية الباردة، وبعدين أشيل الزفرة. بعد ما شلنا الزفرة بحط البهارات، مكعب مرق دجاج وملح وهيل وورق غار وشوي مستكين. خلاص استوى الدجاج، بنطلعه ونصفي المرق. خلطت شوي المعجون الطماطم مع شوي مرق الدجاج وسمطرة وفلفل أسود وملح، وبدهن الدجاج وبدخله الفرن يتحمر. خلطت رز أمريكي أبو بنت مع رز مصري سن وايت، وبضيفه للمرق بعد ما صفيت المرق. الرز نشف المرق حق الدجاج، نضيف له حليب كامل الدسم، ملعقتين. بسم الله، السليق